اليوم مش نازلين نرقص، مش نازلين نغني، ومش نازلين نزقف. اليوم نازلين نحاسب، نازلين نحاسب كل مسؤول مش مسؤول لأجل لبنان. لا رقص ولا صبر ولا ابتسامة مجاملة، إنما هو المرفأ الذي أحدث انفجارا جديدا تكون فيه نترات أمونيوم الغضب الشعبي على السياسيين. وعدوا بتعليق المشانق فعلقوها، هكذا يردد المتظاهرون. كان الموعد مع التظاهرات يوم السبت القادم، لكن غضب اللبنانيين لم يحتمل فخرجوا عن بكرة أبيهم نحو مقر البرلمان بشعارات عاد الغاز المسيل للدموع يحاول إيقافها مجددا كما في كل تظاهرة ضد المسؤولين. المرفأ وكورونا لم يمنعا الحشود الشعبية بالآلاف إلى إعادة صور الكر والفر بين المحتجين وعناصر الشرطة. كيل وطفح كنترات الأمونيوم، لكن هذه المرة على الفساد وأربابه، فهم الذين ضاق صدرهم بقضايا كهرباء وبطالة وفقر. شالعون يلا فل، خلصت قصت بي الكل، عهدك والله عهد الزل، ويلا ارحلني شالعون. صدام يدوي في الساحات اللبنانية قد يتفاقم إلى أشد من مشهد تظاهرات حاشدة. أما اللبنانيون فهم مصممون هذه المرة على إسقاط السلطة في الشارع، كما تنعدم الثقة بتحقيقات السلطة لانفجار بيروت. وكلن كلن يعني كلن ما منستثني واحد منن، ونصر الله واحد منن. يلا ارحل يا حسن.